نوصل عشان صح نوصل غلط. يعني احنا متفقين انه اللي فات ما ماتش، ايه اللي يمنع؟ انا بيتهيألي انه لا قدر الله في حاله تكرار اي خطا في اي مباراه جايه للنادي الاهلي، ردود الافعال مش هتكون ابدا هي طبعا. ما الناس والحقيقه يمكن انا قلت انه حاله الغضب اللي شفتها من الجماهير بعد ماتش البنك الاهلي توازي حاله غضب كانك خسرت بطوله، مش خسرت نقطتين في 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 مشوار طويل جدا، والاهلي ياما اتاخر وياما عوض. يعني لا اقول لك ليه، الفكره مش فكره المنافسه على البطوله بقد ما هو احساس شديد جدا بانه في ظلم متعمد متكرر. دي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي من يوم 27 اللي يمنع نهائي افريقيا. في حاجه شتتت جمهور الاهلي عن الماتش ده وكره القضيه ممكن وقفشه والكلام ده؟ الماتش ده الناس مفيش حاجه بعد دجله، مفيش كمان حاجه بعد الخطا اللي بعد هي لسه موجوده مستمره والناس مركزه فيها. بس مفيش حاجه لا يعني خرجت الناس من تركيزها. ايوه في دجله كان الا حاله التربص اللي انا بقول لك عليها دي اللي موجوده. شايفين على طول يا ابني اديني فرصه اتكلم. ده انت حاله الاستياء اللي موجوده عند الناس من التربص اللي موجود على الاهلي. انت شايف على طول الخط الاخطاء كلها ضدك، حتى الفار اللي المفروض ان هو يبقى زي ما بيقولوا كده ايه مرجع. الوسيله الريفرنس اللي بترجع له وبتشوف الصح فين والغلط فين على طول ضدك. يعني حاجه غريبه، يعني مش الناس مش مستوعباها. فانت لمصلحه مين تستفز جماهير النادي الاهلي؟ ولمصلحه مين واللي هي اللي زي ما كلنا متفقين ان هي الاكثر والاكبر على مستوى الشرق الاوسط كله؟ وبعدين بناخد بالنا بس من حته لمصلحة كمان مين استفزازها؟ بناخد بالنا من حته انه الجمهور الحقيقه في الاخطاء دي قاعد جدا، والسوشيال ميديا واليوتيوب سهلوا كتير جدا. يعني اللقطه بتاعت كابتن محمد شناوي امبارح شفت بعدها على طول يمكن 10 لقطات مشابهه، يعني بين صور ومشاهد فيديو لفرق منافسه ما بتتحسبش، ما حدش بيتكلم. فعشان كده ده بيزود من حاله احتقان عند الجماهير.